ايش هو عفوا؟ اه مبينه اه مبينه. ايش مبينه عندك؟ الجزء اللي على اللوح الثاني على اليمين مبين، ايش مبين؟ بس المشكله الحقيقه اه والله مش مبينه اه. طيب هلا هلا بنرسم. السرعة نيجاتيف اسف. واضح هو ما قدرش يعطيني التورك ها؟ إذا هون ايش لازم أعمل؟ إذا هون ما بينفعش على 65 هرتز كونستنت باور. التورك راح يبدأ ينزل. ما قدرتش أرفع ام اي، ما لهاش معنى أرفع ام اي. لو رفعت ام اي ما لهاش معنى، مش راح يرضاها أو يمكن حتى راح يرفضها لأنه هون معطيني ام اي أقل من واحد. ايش مضطر أعمل الآن؟ مضطر أبدأ أنزل التورك اللي بتوقعه من السيستم. خليني أنزل التورك مثلا ل 20. صار التورك المطلوب 20 على 65 هرتز، قديش راح تصير السينكرونس سبيد الان؟ 1300 مش هيك؟ 1300 ار بي ام. هي السرعه الان عم بتزيد، هي 200 300 هي طلع عن ال 1000 اه اللي هو متوقع 65 المفروض هلا السينكرو سبيد، سينكرو سبيد 1300 قديش السليب؟ اقسمه 79 او 80 على 1300 تقريبا تطلع 5-6%. هي عندي هي ستارتنج كرنت، هي الريتد كرنت، خلينا نشوف الريتد كرنت تقريبا 15 حدود ال 15 التورك عم بعطيني التورك المطلوب اللي هو احنا نزلناه ل 20 مش هيك؟ وهي السرعه، السرعه هلا زادت عن اذا اللي بنستنتجه من هون انه بقدر اشغل الفيربل فريكونسي درايف على على فريكونسيز اعلى من الريتد فريكونسي لكن ما بتوقع انه يضل عندي نفس التورك، الباور بضلها كونستنت بس التورك بينزل، فهون اضطرينا ننزل التورك ل 20 نيوتن متر حتى يقدر السيستم يشتغل من هون، هي كانت وهي السرعه هون، السرعه هون بدها تكون سليب 6% تمام. هلا هون هو ما استقرش لسه يمكن او ما بعرفش اذا وصل القيمه النهائيه او يمكن بدا يستقر تقريبا 1220 1220 تقريبا ار بي ام. اوكي ماشي.